عوائق كثيرة تقف بوجه الشباب المقبلين على الزواج، ولعل ارتفاع أسعار الذهب من أهم وأكبر الأعباء التي باتت تعيق مشروع الزواج والاستقرار وتكوين أسرة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. لأول مرة في العراق يقفز سعر مثقال الذهب فوق 600 ألف دينار، وهو ما تسبب بزيادة نسب العزوف عن الزواج، حيث أكد أصحاب محال بيع المصوغات أن ارتفاع سعر الذهب تسبب في تباطؤ حركة السوق جراء تراجع إقبال الشباب على الزواج، فيما أكد آخرون أن الكثير توجه لبيع ما لديه من ذهب لتسديد ديونه وتوفير مؤونة العيش لعائلته. منظمات إنسانية حذرت من تداعيات عزوف الشباب عن الزواج بسبب ارتفاع تكاليفه، حيث سيجعل الأسرة في خطر التفكك، لا سيما مع ارتفاع معدلات الطلاق التي بلغت خلال السنوات الأربعة الأخيرة أكثر من 357 ألف حالة بحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان. خبراء اقتصاديون أكدوا أن ارتفاع أسعار الذهب جاء بسبب استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، فضلاً عن تداعيات التوترات السياسية في المنطقة التي ألقت بظلالها على السوق العراقية، كما أن اقتصار شراء الذهب من قبل المتنفذين وبعض السياسيين ضمن وسائل غسيل الأموال ساهم هو الآخر في ارتفاع أسعاره، حيث يدفع هؤلاء الأموال دون أن يضرهم شيء. وعلى الرغم من تمسك أغلب العائلات العراقية بالذهب كمطلب رئيس لإتمام الزواج، إلا أن ارتفاع أسعاره لأرقام قياسية غيرت من عاداتهم قليلاً، حيث بدأت بعض الأسر بالتقليل من سقف مطالبهم خشية على أبنائهم، إذ باتت التكاليف الباهظة تثقل كاهلهم وتدفع ببعضهم للانحراف أو الانتحار أو تعاطي المخدرات. فيما يبقى السؤال بشأن إمكانية أن تغير الأزمات والغلاء وارتفاع أسعار الذهب تقاليد اعتادها العراقيون للتأقلم مع أوضاع فرضت عليهم قسرا وليس اختياراً.